برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، يفتتح نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة إيكيا البحرين أكبر فرع في الشرق الأوسط. اعتمدت إيكيا البحرين سياسة بحرنة الوظائف في متجرها، إذ بلغت نسبة البحرينيين 66% حسب ما أكده وزير العمل والتنمية الاجتماعية. نعدهم من أصل 311 أكثر من 211 موظف بحريني، حوالي ثلثين، 66% يعني ثلثين، و40% منهم في وظائف إشرافية وإدارية متقدمة. الإدارة تعتز اعتزاز تام بالعناصر والكفاءات البحرينية. طبعا احنا المعرض إيكيا البحرين زي ما قلت انه اكبر معرض في الشرق الاوسط شمال افريقيا، مساحته تقريبا 37,000 متر مربع. من خلال المعرض هذا الحمد لله قدرنا نوفر ما يقارب اكثر من 320 وظيفه، 66% منها من البحرينيين، واحنا نفتخر بالشيء هذا. ويقع إيكيا البحرين على مساحة تبلغ 37,000 متر مربع، ويقدم تشكيلة واسعة من الأثاث المنزلي إلى جانب أشهى الأطباق السويدية. شركة إيكيا هو مشروع استثماري كبير، ومن واجبنا أن احنا نوفر الدعم اللازم له من ناحية توفير شبكة طرق مناسبة للوصول وانسيابة الحركة المرورية إليه، لأن هو مشروع يعني يوفر فرص للمواطنين البحرينيين. لذا لا تفوت الفرصة لاقتناء أحدث الأثاث السويدي المميز اعتبارا من يوم غد الخامس من سبتمبر.